مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، كل الناس اللي تسمع فينا وتابع فينا على البوندا فام تاعنا 90.3 ولا على الباج فيسبوك تاعنا الحياه فام. الحياه فام الاذاعه الاولى للصحه في تونس، اليوم في مواكبه ميدانيه لحدث طبي في غايه من الاهميه ينعقد بولايه المنستير المره هذه. هذاك علاش سعيد جدا بحضوره معايا الدكتور نعمان كريد. اهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور. مرحبا بكم، مرحبا باذاعه الحياه. إن شاء الله أنستونا قبل كل شيء، وإن شاء الله الأيام هذه تتعدى في أحسن الظروف. بالنسبة للأيام الطبية، هي أيام قام بتنسيقها الجمعية التونسية للنباتات الطبية اللي أنت الكاتب العام متاعها. أنا الكاتب العام متاعها، وبالنسبة مع شراكة معنا المكتب الدراسات والبحوث الأمريكية، ومعنا كلية الصيدلة بالمنستير. وهذا هو، هي الأيام الرابعة، وإن شاء الله في القريب إن شاء الله مش نعملوا زادة مؤتمر عالمي للتداوي بالنباتات الطبية، ونحبكم إن شاء الله زادة تكونوا معنا في مواكبة الحدث هذا إن شاء الله. دكتور، اليوم دونك نحكيه على الإيفينمون بتاعكم اليوم، يطرح جملة من المواضيع، من بينها شفنا مرض التوحد، لا ديبريسيون، الاكتئاب، جملة من المواضيع في علاقة بالأمراض العصبية والأمراض النفسية أيضا. دونك الإيفينمون هذا أكيد جدا عنده انعكاس إيجابي على التكوين الطبي لدى الطبيب، وعلى تحيين المعلومة الطبية، وعلى تكوين المستمر للطبيب اللي نعرفه المعلومة الطبية أكثر يمكن 3 سنوات، هي على أقصى تقدير يمكن أنها تبقى. به احنا نشوف الأمراض هذه اللي اخترناها نعرفوها اللي هي تقريبا من الأمراض المستعصية، وهذيك علاش احنا حاولنا نطرحوا الوجهة متاعنا احنا وطريقة المداواة بالنباتات الطبية للأمراض هذه، وكيفاش نجموا نحاولوا معناها ندرسوا الأرضية متاع المريض، كيفاش نجموا نحسنوا فيها اللي في بعض الحالات بالطب الكلاسيكي ما نجموش نعملوا حتى شيء تقريبا. وهذيك علاش احنا توا الميدسين هذه نسميوها الاندوبيوجيني، هي طريقة المداواة أرضية المريض، باش نصلحوا أرضية المريض، باش نوصلوا نحسنوا بصفة كبيرة في الصحة متاعه، في طريقة العلاج. أكيد دكتور، شفنا من بين الحضور يعني أجانب اليوم، خصوصا وأنه ثم هناك مشارك يعني دونك سيستم بيولوجي ريسيرش جروب يونايتد ستيت أوف أمريكا، دونك هو شريك معكم في الحدث الصحي هذا. دونك شفنا أيضا أجانب اليوم أثوا تدخلات حول الموضوع هذا. به احنا توا الجمعية هذه ما هيش جديدة، الجمعية هذه عندها 30 سنة وهي تقري في النباتات الطبية وتقري في الأرضية، وهي التيوري هذه أول ما توجدت معناها توجدت في فرنسا، وقعدنا احنا أورولاسيون مع الفرنسيس، وكيف زادا طوروهم ليزاميريكان، منهم الدكتور اللي حاضر معنا وهو من لي سوميتي مونديال، معناها الدكتور كاميار هذايا. قعدنا توا حاليا نعملوا في شراكة معهم، وقاعدين نخدموا باش نزيدوا نحسنوا في التيوري هذه وفي طريقة العلاج. يعطيك الصحة دكتور، شكرا لك. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.